قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. استاذ مصطفى بسم الله. ما شفت شو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد والورع وصاحب الطبع المستقيم المتفهم، ويفر من الكسلان والمعضل والمثلان والمفسد والفتان. قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وابصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذو شر فجانبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. وإن شئت شعرا آخر: لا تصاحب الكسلان في حالة، كم صارح بفساد آخر يفسد. عدو البريد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيغمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام، إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث حسن، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وعشر كنبي تضوات كتابك تعليم المتعلم، وحنكو جيرنا فصل كي سدحات قيبه سيكا لقدسنا، لكن ما انتو حنقبل بين قيبتا اختيار الشريك مركو كهلا اختيار العلم يما دادا علمي قاسو ودورنا يو طالب علمي وطلبين وكسيي يوم معلم كوحبرية أيو ما انتو حقا الله ياهدي لا هدمو سو دورن لها صاحبك وحلا برتا وفكا وح برنا ياهي وحوك باهن ياهي يعني اما شخص بحوك باهن ياهي اما اشخاص قف اما ضدبا بحوك باهن ياهي صاحب لها علمي وضخ رعضان دروسة وضخ رستان مذاكرات كسو كالميان مارتي بحوك باهن ياهي وشكا قفكا ودورنا يطلب كاسين ياهي وحلي ياهي مالفك رحمة الله عليه. واما اختيار الشريك أما دور شبه الشريك قفك صاحبك دور شديس أما داني وحويا حرف تفصيل ويا مقرانا يسع حرف يعني شرط وتفصيل ويا مكحو تفصيل وياهي مسائش يكور أما الشيخ وأما العلم لابدي مسألة الموصول الشيخ هذا مسألة السيحاد ويا وأما الشريك وأما اختيار الشريك أما دور شبه قفك صاحبك الشريك دورنا يسو دور شديس فينبغي وحا لقود بون قفك طالب علمي أو كوها بون أن يختار أنه دورته المجد الشريك المجد أو صاحب المجد نيكا صاحبك أهو دذالية صاحب الجدية أنه دورته أن يختار المجد وفي طبعي يسوي هاي يعادي سنو دذاله هاي القفك دذالية أدنى وكوشيدية ويا والورعة قف حلال ميرشة حلال ميرتة ودين تكون رقمة إنه دورته هي وصاحب الطبع المستقيم يقف طبيعة توصل له قفك طبيعة توصل وحويا وقفك مارتي أخلاق دي وناكسنة وشريعة إسلامك يدين تسيدي هذو رقمية مالك السد وانو على ماسك دورته قفه كحشا يول متفهمة يقف واحد قرانا يفهمه يفهمه لي مارتي ودروسة كفاية سنة علمي كفاية سنة انت اسمكو نوش يا غي طبيعي وناك سنة ايو عكس قوضة وحكولي عدي طبيعي عكس قيدة له كعرف او وفينبغي اذا اسكو عدفنتها ويفر وححبون انو كعرره من الكسلاني وهسلوه قفك يعني مارتي ارضي وهسلوه على قعره إيو والمعطل عن العمل قفك مهر اللهوها يعني حبا أن قبصن والغب مارت وينو كعرره إيو والمكثار أي من المكثار قفك هذا الكبضن
مكثار الذي يكثر يعني ثرثرة هذا الكبدان مارت. فإذا ما لها علمي جاي كل سنة وقته قالوا منها سوما توا مارت وهلك كقولوا رأيو وقته قالوا منها هذا الفربان بوزيد جاي يكون أسكيل على سامي ثاك يول مفسدة متك مارت طيب مفسد كه وح فسادية وحوجي إذا مفسد العاصي من أهل الفساد كه دم بلاها مستقيم كعكس جسويا يول فتاني متك وحفدنا يو كان نمام دك وما حسوق ليا علاقاتك وحماية يعني وحوي وحلو قال لم إذا فقدك حنتا عرض شان الناس كل دعاء مارت دتك نوع عصو كلا نسكيل عليه يعني قف توصل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله نبوح رمارت صاحبك وصاحبك الدين تسولي هاي مركها كبارا دقوا كفير صدو عدو الله صاحبي هذه النظرة النظرة دي نبو أشياء ويا مدانة قف كانت في رسيد فلينظر وحويا وفليتأمل وليتفكر في الخليل كخليلكم عيار عدكم دورته وصاحبك وليها قيل وحال يري وحال يري قيل أذاني شعر كان وحا يري وضرفة ابن عبد شعره تريه كميتها يدين جاهلية تريه ومعلقاتك مارتي قيبك كلها سلوقي هاي ضرفة ابن عبد باتري هذا كان أو قبلاً أو عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي هذا صح ويا أولي عن المرء قفك حقي لا تسألها ويديني وسأل وحا ويدي عن قريني صاحب كيس قف وحكا قفلاً إن صاحب كيس هذا أردت نوع أوي هاي قفك قفك الله ديني هاي الله أخلاقي هاي الله بقني هاي الله صاحبه قف وحكا قفلاً برشدي سي قونتي سي صاحب كيس يا كافر مركا اصل كد وحي هات لا تسال هويدين عن المرء قفك حقي صحبها كويدين ما توصين يحي ما سواحون يحي قفك مرته هويدين المرته اي وحا ويديسا واسال وحا ويديسا عن قرينه قفك صاحب كيس حقي سي كويدي مرته وسأل عن حال قرينه صاحب كيس محايس علاده مركبه محاسبته ومحاي فإن القرين صاحبك يقتدي وحو قطيدا بالمقارنة صاحب كيس قطيدا صاحب كيس دينتي سليه مركبه حديث كنبي التلمامة وقلاء المرء على دين قرينه فإن القرين بالمقارنة غفك للاح حريدك لصاحبه أي يقتدي قطيدا فإن كان ذا شر فإن كان الصاحب فإن كان القرين قفك صاحبك هدي او يهي ذا شر شر مد صاحبه هدو يهي شروه هدو يهي فجنبه كفوه سقع على المارت بسرعة فجنبه سرعة سرعة عن ددك سدك دك وفوه هذا سرعة لإراده وحيكون نص بسنته هاي نزع الخافض وحيصبحه فجنبه بسرعة بيهد سدك دك أمارت وفوه وإن كان هديه يهي صاحب كاسي ذا خير خير من صاحبه قفي عنه وتوصن هدو يهي فقارنه لصاحب تهتدي وذهنوني تهتدي بوجه شعر كدرتيس لكن تهتدي بإذمت فجنبه فعور المارت إن كان ذا خير فقارنه أي فصاحبه لصاحب تهتدي وذهنوني وضفي عن بوكوه لقيام الصاحب صاحب صاحبك وقفك أسقى جيتة طبعي قيسي أخلاق لسا صاحب وجيتة مرتي وأنشدت مؤلف علي هاي وحال إيتري كبكا وأنشدت وحال إيتري قرئ هذا الشعر عندي كبكا أتدى يلو أخري أنا أساسا إقرأ أستاذ مصطفى أريك لو قدر وأنشدت ومشيت والله يقب يي شعر آخر شعر كلي قبي كلي لا تصحب الكسلانة قفك وهسلوغ أهل صاحب في حالاته في جميع حالاته حديث لما أنتت حالات كسو كجرة وقت يدي سلما أنتس قف مارتي وهسلوغ عاجس لوغ أهل صاحب مركاسو كوشيغا سببتو المحيب
أدولا ساحبين كم صالحين عدونا كسناد فربضنا ويفسد فسادة بفساد آخر بفساد شخص آخر قفك لفساد كيس قفص ركبان وتوصناي وحويا ضدك لأيام مارتا لا صاحبين صاحبك حم باتشيتي مارتا كم تان ومدي يعني خبرية ذهد أي كثيرا بمعنى كثيرا وحاف ربضان صالحين عدو ناكسن أو يفسد بفساد انتاسي وحي كحر انتاي مارتا يفسد فعل كاسي متعلق إيسا الله بضانا من مارتا وأبي أفر بضانتا يقضو ناكسن ويفسد فسادة بفساد آخر بفساد شخص آخر وقريدو للويا شخص كلا فساد كيس تراديس ولا فساد قف كلام مارتا يا تأثيري كادو قدتكي صاحب حن مركاسو سيدا اللي سوق قد بيوه ضبي على حن يعادوين كحن لو كلا قاضو أيوم مارتا حولي عدو البليد إلى الجريد صريعة عدو البليد كان مارتا دمينكا متك ما قد بها يعني وحويا وحما قرتاها بليدك أي وحوالي للقفك مارتا دمينك هو وحبا أنفهمين قفك أسي بليدك عدو ديس يعني عذر كيسة سوء قدبة قدبة يو بليد لماذا أسي سريعة المدك دقيتان بلان ويان إلى الجريد إلى الفاهم إلى الذكي قفك عاقلك هو ما انكفي عن بي قدبة سامرت بليد لماذا كل حرسين يا وداريا مركا عدوة وحال اللي جري وعدوة المرض عذر كمارتا قدبة عذر كفافة مركا عذر ويان بليد نمذو نوع كمذا ويان دي مركا نكي بليد اهو مانك مسكاح يسعونتا هاي او لا صاحب ولو شريد بها نغضا نعاقلة مسكاح في عنا حوية قدبة يسا بوليه عجس كيس وقوة ابو ريال لغن كيس عدوة البليد الى الجريد سريعة مركاسو ميثاليو سريعة مدك دقي سويا كالجمري سيرحوش أوكله أو يوضع لديقه في الرمادي تنبس بحديث أو فيخمد أما فيخمد أو مركا الدمي يا مارت فيخمد أو الدمي يا مارت هذا رحول لدبعة تنبس بحديث تنبس كشير الميدة إلى الدميس وزعما مركا حويا و ننكي عقل لها ذكي هايو ميد ما نقابا لا صاحبي أستقعون بالله لك حي إلا مارت مسكة هذا اللي قدم من إياه من عقلك اللي قدم من إياه ما هن كان قال مارت شو ذي ماي مركا كالبليد بوري سريعة مثل البليد سريعة تدري دقي يسويان عدو داسي عذر كاسي قفك عقلك وسوي قدبية كل جمري سير لحوشة أو كلا أو يوضع ولا دقة يو لجرينا يو لو عاصيو في الرماد دم بس لحديث أو فياخ مدو مركز فياخ مد مركز دم أي مرت مثلا سواء مثلا واقعة وفق استوى وقرن كرا يوم مرت دتكو طبيعة هذه سوى سوق جدبان وأنا أسكت تأثر عن إنسان قلوب تأي أخلاق ضنا ومارتي رادوين بيس كليه سادرت إذا قف أفهم قف كي أو تربي وأفهم أنا يعني قف ما جراني سأفهم وأنا أحسن قف كي لنا ولا أنا أفهم أحسن أنا يعني قف أهل عبادة قف كي لنا ولا هذا حوي خير كسب وكقاضي قف أهل الشر لنا ولا أنا شر وما جراني سأ يكون قاضي وشيء مثلا واضحة كطالب علم يقول ما دام قف كي دون يميل وينو جاره إنه حشوطة كأنفعية صاحب ما جراني سأ صاحب منفعة يو حجرين منفعة دنيو ما كوا صاحبتين إيو نيناد آخراكو صاحبتين قف حدك أوفي عنك آخراكو لا صاحبتو محايا لوار ويواريسا صاحبين واس سيلا القرآن كولا على خلاو يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صاحب بذا كلا رمانت ولا مانيسا الدين دي كلا مانيا والآخر عدو بيسون نغنيا صاحب بذا عدو بيسون نغنيا كو إلهي كبغمه يعني سبحانه وتعالى صاحب بذا الله يسوك الميجري وإلهي سبحانه وتعالى كتاب السعي جري حق سوي جري ما أنت هدي قفك صاحبك وناكسنا أد قفتنا وحويا وكتاجريا كعذر داريا هذا جرو يسوى كبر هذا ما جرنا يسا أري أو كبير أري حن أو ما أنت كمغلم يسيد أنا وناسم بس كمغلم صاحبك وناسم وشيء مهم أويا
القرآن كي حديثنا عاد أفر بدي إله كبره سبحانه وتعالى إن ما صاحبك وناسا لا دورته وإلا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلت ليتني اتخذت ما فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءني نعاسو كلام قنيسة فرط لحكة قنيسة قال له هو المحاور راعي ما أنت قيام لك لكار صعب الله نرضى. وقال عليه الصلاة والسلام حديث نبي وسود دليش دي حديث كحديث الصحيحين كوكويا لا لكن رواية كالك دنبو لي هاي أنا رواية ويسوك حي يساد وآخر السي مصطفى سي أنا هم بو قرآن كتاب كيه مقرنا يو وحن أقيا أصل كالرواية سيدي هاد. وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يوهدانه أو ينصرانه أو يمجسانه حديث كأصل كيساس بها كل مولود عدك استأول الله له يولد وحال على الفطرة دين تتوصن يا عقيدة صحرها لغود الله قفك أصغى وحا أصل وحا توصنانت سوى توصن بالله لكن توصنان تاسي يا كالليحية لبدا والد يتربية ده فأبواه لبدا ده شيء أي يوهدان يهودي كريقا هذي لبا يهود أيهين أو ينصرانه أما كريشتان بكريقا دو كريشتان يهي أو يمجساني أما تب عبد يو مشرقا ما قرانسا دين لاواه أيو كريقا لبدا والد فقال أصلك ما دام الفطرة دي تربية الدرادة إلى الليحة هاي وحوين والله صاحبتان كلا نعشان وحانك سوكرا لأن هاي أو يفسقاني لبضو هادي لبض فاسقيهين أو لنوري سوكرا فاسق بكريقيا دي أخلاقهم لي أخلاقهم بكريقيا صمع مركا حديثك ووجه الاستدلال كيس وواضح ويا يقفك أنك سوى فطرة اللواء أبو ري إلهي سبحانه وتعالى عندنا صاحبك لنا وراءه واردك هي تربية هي معرفة دور وين بكليهن قف قاسي فكرة ديسة هي آمنة ديسة إنه معرفة دنا أو كأوليه يقفك مرك خطر تاس بيلاه كبعد معويا قف فارسي غير ما تقول جرا نروح وكم كرناه فارسي يقال مصطفى يا غرم يا فارسي في غانا يقال في الحكمة بالفارسية وحال إلى حكمة لغة فارسية طبعا مؤلفك منطقة أو مرتب مؤلفي ومنطقة فارسية اللغة الفارسية والله مالك اللغة أنا قرينين بمارت يا رب دب ب يا رب بها يا رب بودا ما رب تاسو واضح هذا هيا قدر يا ربت الذات سوى الجحيم حق صور الله كديو قد ودا إلا ورينك عليه وجحيم جحيم بكوضة أهلا مكوري يا رب نيكو كيرتا يا بي نعيم وما يبو معنين هيا طيب مركوا حكمة لغة الفارسي وكسو قدبيي marka bog beedka hore shadriga hore macnaheedu wuxuu leeyahay in saahiba su aswa min alhayati sawda wiya saahibka umi abay sidan madow ka khatarsan yahay yaani wa ka khatarsan yahay abay sidan madow xaga shart iyo darar wa mitas marbat bihaq dhati billahi samadna حوي وحوليها معناه ذو حويا بحق الله تعالى وتقدس إلهي بان كل ضارتي وكلويا حق إلهي هذا بحق الله ذو قرمه ما ساس وادن كذا قرأ نعم ما قرنا يعني ساس ويجي مرث وحوي يري سط شطر قهر وحويا إن صاح إن صاحب السوء أسوأ من الحية السوداء وعويا وأكثر منها ضررا بحق ذات بالله صمدنا بعض وحولي وبالقسم كترته أي بحق ذاته تعالى وتقدس أي وجه ذا بقول طيب وعصوها رأي ما رأي قيبتك لا أي صوها رأي
شطرك هراء شعرك مقايبة هراء أيضا روحه كوفة سري صاحب السوء وعنده كلام صدق أو إنه صاحب السوء يسوقك إلى جهنم صاحبك من نار بقوك عينيا شارحك تقول لصاحب السوء يأتي بك إلى جانب الجحيم يعني معنى جحيم ما حق ذوقك عينيا ساسو يقول قرأ ساسو عما ساسو ذنب قرأتك سما أنا أقول صاحب السوء العمل السوء ماشي ذي قرأ أيوة صاحب السوء يقول فسر ضيب جحيم يقول عينيا شطرك أوضن بي قيبت أوضن بيسة وعكس كذا وحوي المارتي اتخذ الصاحب الصالح تجد بسببه جنة النعيم جنات النعيم يعني سمي صاحب ونحسن وحوكو قارسين جنة هوية يعني صاحبك حنا جحيم وكوكو حين صاحبك هو ناسنا جهنم وكوكو حين صاحبك حنا وكخطر سنية هاي أبي سيد مدو هذا كون مارت فهم كيف ساسوية يعني قرانية أنا قرأني وقيل وحليلي إن كنت تبغي العلم من أهله أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بصاحبي تان شعر كاني أصدقى شاك فربان باللوتري أي إني يرادين وقيل حافظ بن حجر كتاب كيساء الأمالي أو ليها من حجر وحو الشاقي سوك حيي إنه ويها أولها قيس ابن الخطم وجاهلها إنه هذا كان أولها الإمام البستي محمد ابن حبان البستي كتاب كيساء روضة العقلاء ونسهة الفضلاء أساقه حوية وحو الشاقي محمد ابن إسحاق ابن حبيب الواسطي أي الشاقي مارت صاحب الأمثال العامية صبر عدك الأوتيري شعر كأوتيري لأن غير أسد اللي يراد أوتيري المهم وشعر أم قديم أويا أما جاهل هنا غلط أما رجع كوكدم بي هوريانة وشعر هري أويا مهم وحنا أصل قريب كمدينة حديث ضعيفة أيو كل سنة هاي مركب واحد إن كنت تبغي العلم علم جهدي أدونست من أهل دتكيس هذا علم كدونيس ضدك مطيستان لقاط هذا علم كدونيس أو شاهدا أو تبغي أدونيس شاهدا متشوقة أو يخبر عن غائبي مد مقام كشاقة فعلم قال لقبرنا إياه علم ضد مقام بوحكة ورية صنع حدثنا فلان عن فلان رد انتي دتكي تطور مقرنس مركب مد شاهد ومد ما أنت تشوقة أي مد غائبة وحكة كشاقة مد مقام بوحكة ورنية علمي هو أساسه وح مكان ألوه وريوية. مركز ضد علمي ضد كيس كدوني سيد. أنا دوني سيد عد شو كتاه عد مكانه وح كاجش يكتو. فاعتبر الأرض الأرض كقياس بأسمائها من عياشيد. الأرض وح وح كاجش يجيسة. يعني وح مكان بيكوش يجيس. الأرض من عياشيد. فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب. صاحب كنا صاحب كأو قياس قاض. مش شاهدك الله سعدوية مركا شوية ده وحن مش أنا فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب وحديث لكن وحديث ما قرنا يسا علماء ذو أيقوا حكمين إنه ما رتى حديث أو ضعيف ويا هاي ما رتى حاجة بتكلم التي ما تنكيس مثلا شاك ناصر سلسلة حديث صحيحة إذا ضعيف الله عفوا إيو الجامع الصغير لبضبط وكو ضعيف يي حد روايتنا وحي رنيس مقرنسة اعتبروا الأرض بأسمائها واعتبروا الصاحب بالصاحب ذخيرة الحفاظ حديث سوكحي ضعيفي كشف الخفاء سنسوك لو قصوا أروري أما معنى حقي سمرك ليلة هذا إما إن لو تشيدوا اعتبروا يعني الأرض بأسمائها أهلا مقعياشي ذاك تصنعي ولو قياس قاطع هذا أنكو إرادو يعني دول أنكو شيء مقعيس بعد وين أنكو إرادو كله هذا كفهم هسا دول أنكيد الحين ما دبها
هذا لكن كورا مثل جنة على أكل هذا كورا حوايا وفهمها من كذا إنسان أغلب حوا النوع ما جع على جوش يا أبو أياك وتوصينا يا إنك سو آدم أركنين شو راح لقاركود ومشارح عنها سبع وكلية هاي هذه إنكوا يرادوا إن ضيع ضيعة وهذا قرن إنسان أول يرق جيدا براي يرق إنه ليه لكن هذو كيرادوا إن ليا مارتي جنة أو كيرادو أم جنينة أو كله ده مقارنة واحد مقع عصب واحد فهم ميسا نوع بيرتو أي تهاي جيدة بديدة جيدة يليدة معياش أو كله قارنو حليين ونوع مارتي تفاؤل أه رضا مارتي مقع عيدة سدا أي تهاي مقع عيدة إذا يا لقى مارتي لقى تفاؤل كأيو مقارنة aya laga qaata wanaageeda marka magac lagu sheego haday arla maartay magac arag leedahayna waxa ka dhanaaya ma tahay qofku inuu fahmo dhulkaas oo dhul dib loo leeyahay imaam malik ba muwatta isa wuxuu soo kaxeeyay in riwaayada muwatta kamida riwaayada yahya ibn layth inuu umar ibn khattab nin uu ku yiri magaca ayuu ku yiri markaas uu ku yiri jamra جمرة وحويان وحلب ويان دبا مركاسو أو كويري أو جمرة إن أياتها هاي أيو مركاسو إنه شهاب هنا وضب كلي ويان حجيبة دكتين بكويري أو كتبت أسو الحرقة هنا وقبي تمر قوتي ويان مركاسو كويري الحرقة حجاء بحرقة النار بوري حرقة النار حجاء كده جنتيهن بذي اللبا هي كدكنا يقولي شايفين الضب كلاسوما مركز ومكتب وحوكير المهم الحق أهلك فإنهم قد احترقوا شركة كجار وبيفتيني منك حاول يصير بأن قتال العمر أو شيء يعني نقولك نوع أولي هاي وعلى أولي هاي والنوع على جفهم كره نقولك الضبع أولي مكان واعتبر الأرض بأسمائها سيدوك عليه سير نقولكم مارثا معيش كوت الصينية أيها صاحبكنا صاحبك كوت الصينية واعتبر الأرض واعتبر الصاحب صاحبك قياس قاضي صاحب صاحبك قياس قاضي مك مثل هذا الله سعدي صاحبك صاحبك كوت الصينية سير شيء الكلام قاعد يدور أتكلم فهم مكلا يسمع أيها كوت الصينية مك مثل هذا مثل هذا عقوق الله وهو نصيحي صاحبك حن الناس كإيرالي خاصة صاحبك عقيدة حن مارثي عقيدة سعنتها وكوسو قد بني لا شك في ذلك هذا لا صاحب المخ انحراف باكو دعي بابك فصل كأفرات الفصل الرابع في تعظيم العلم وأهله بمؤلفك رحمة الله عليه أيو مارتي بابك انكب اللابي وعلم قوينين تيسا يدد كيسا يدد كأهل علم قول لوينية حوغي أن مارتي بأددتنا إن شاء الله سأشي يا مارتي وبعضنا وحسن دوتي إن شاء الله اعلم واحد وغاته بأن طالب العلم علم يوقفك دون إياه لا ينال العلم علم يقارب مايو ولا ينتفع به بالعلم علم يكون انتفاع مايو كفى إذا سمى علم يسمى رأي مايو إلا بتعظيم العلم علم إنه ويني يوم وياني وأهلي تدكيس قفك ما أردتك احتراما أيا لا احتراما قفك أهل فضلك أهدتك فضلك وذو أكرنايا مركا إلا بتعظيم العلم وأهل العلم وتعظيم الأستاذ إلا بتعظيم الأستاذ معلن كوينين تيسمويانه وتوقيره مع موسيتانكيس أو ما أرتشرف يا رتوى سلوين تعظيمك يا توقير قيمة ويا رو مع موسو هي والتعظيم يا وينين ته قيل وحال يري ما وصل موسى قارنين ما وصل عدي قارتي هذا وحال إذا وصل الإنسان وحلوه جدا عدى بصلاتي وعلمي ملك قارتي هدفك يا مارتي ماشي أسعتك قارتي ما وصل موسى قال ما وصل عدي قارتي إلا بالحرمة حرمة مو يعني احترام يا شيء متيستي إلا إلى عليه وشرت الواحد قبل أي مارتي أقول عليه وما سقط موسى لعين من سقط عدي دعري عدي دعري وعلمي جاي وسلك جيس أي علمي جاه العلم كان عدي وأن قارن ماشي أسعتك موسى قارنين إلا بترك الحرمة حرمة وكتجي مو يعني والتعليم وينتي ساس بالر وقيل وحليله الحرمة حرمينتا هي شرفت إلى لنتي ذا دينتا شرفت إذا نقطة
dadka diinta xambaarsan laana dadka diinta xambaarsan waa dadka diinta ilaalinaya ayagu haday dhacaan waxa way diintu ma dhacaysa marka xurmada ma la yahillu intihaaku baa loo jeeda waxaysan bannaanayn in la dilaaciyo baa loo jeeda xurmada xurmadu khayrun way ka khayr badan tahay min ataacati adeecitaanka ixtiraamka ka khayr badan oo ka haboon ka muhiimsan ataacada أهم من الطاعة وأنا مثلا وطن كين دونا مارتي ويش نجيد وكين دونا إن شيء احترام تت إن طاعت لتي ماذا وحهم يمسن بول احترامك ألا يرى أم ألا ترى سوما ألك تت ترى هذا نلان ألا يرى مذيق ردك ألا ترى نعم ساسف يعني ألا يرى يقرني ألا يرى الطالب هذا نلان أم ألا ترى أيها الطالب سوما ألك تت أن الإنسان إنسان كلا يكفر بالمعصية معصيه وسكوك قالوا بيني معصيه ما حيتها وعدم الطاعه تصح ما انه كفرين وانما يكفر بترك الحرمه حرمه كتجتان كده احترامك وكفرنا باستخفاف مدبرة وانما يكفر باستخفاف وترك الحرمه مين انا ما وصلت للفت قاص وانما يكفر باستخفافها وترك الحرمه وحو مارك كفرنا يا فضيسك يا حرمتك تجتان كده طيب هدوق في يراده مثلا خمر ابو عبي خمر قوا اوغي هي حرام وعاصي ضاعدي بكتي خمر ابو عبي فتقول هكا قال انسان يا مارتي وليا ما اله بحوي ما عاصي الا عاصي هذا معصيه قالوا معي لكن هذول هي خمر تعبوا وليا خمر وحبام لعبها بين لعبها سكمت صح ما حرمتي يا فضيس ابو كسمي مرك حرمتي دوك تغي نصوصتي يا امرتي مارت مرك كفر من القناه ستانه مثلا مرك و ربائنا و يرادو حرمده يا مارتي طاعده وحا ويان وحا خطرسن حرمده كحد غدبكيد شيء مار ولو وصل خمر قاعدين هذول و هذو يرادو خمر و بنايه وقنا هي مقرنسا وحا ويان وا استخفاف و كسميهو فضيس نصوصه كو عياره اي ما هو كو كفر داي معناه دويا ومن تعظيم العلم علم جوينين تيسا وحا كمدة تعظيم المعلم معلم كأول وينيه قال علي علي وحوري رضي الله تعالى عنه أنا عبد من علمني حرفا واحدا أنا وأضام بان وهاي قفك إبريها الحرف وكليا عبدي كان وحويا حق أطاع من أضيع يسيء أضام وحو أطيع وكليا وجيدا أظن ما ذي حق عبادة الدليل كما أنا عبد أنا عبد من أما سوء إضافة أظن قف بيت بنا هاي علمني حرفا حرفا واحدا هل حرف وكلية إبرة علمني حرفا حرف إبرة حرف كذا واحد وكلية إن شاء باع هذو الضونة مارت ويبسنا يا وإن شاء هذو الضونة اعتقى وحرينا يا وإن شاء هذو الضونة استرقى وأظن صنا يا بور مارت هذا كانوا كلام من باب المبالغ ولو كان يعني معناه ده ما تحقمها لا يجوز استراق أو استعباد الحر شرع هذا السلام كم بنا لكن حويا وحولي قفك حرف إبراء معلن إيه نقطة وأنه كان سما يصوت هي هي أم بو هذا كوجي ده وأنا دعه مثلا إن احترامك أوجار وضدك ضدك بك وحبران ضدك معلن كوا يشوق ده ضدك وحب تربية هنا ما رتقوه كان سما احترامه من أحسن من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له أكبر إحسان قفك الله سمعي هو إحسان التعليم والتربية ويا قفك الله أحبره قفك مقرنسا وأمانة يوم أود عيني هذه النبي قال يكسر نعطينه عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته إلهي ملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحيت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير إن كان معلم أم النغن مارتي ملائكته مارتي حيوان كاس الملائك معلم النقن ومع هذا ويود عينيا ويود عينيا حظ مرانس مكوفك او براسك ان ودعو ايو وكبر طيب مكرانسا ان فربان با لغا وريي ان حديث واحد جرى موضوعه امام الطبراني او سو وريي لكن موضوعه علماء ضعيف هي كلمه موضوع ويرادين سو كلا سخاوي المقاصد الحسنة أو كسوك حيي من نعم من علم عبدا آية من كتاب الله فهو له عبد قف كبرا قف آية وكتاب إلهي كمد أضنبوا إياه
رواية داس بقى موضوع بقى إلى ده علماته وحديث معها الإمام شعبة يا وحال لقوري يقول ليه جري ما كتبت حديثا عن شخص إلا كنت له عبدا نقول ليه جري قف حديث كما أنا قريب إلا وحان وحاي مارت أضنبا وحاي وراني مقرنسا فتح المغيث شرح مارتي الفيدي حافظ العراقي أيو سخاوي حافظ سخاوي كسو قوري هذا الكاس واحد أنتو النقطة معناه إذا واحد لغة كذا إرقى قلاء ومبالغة من حيث الاحترام هي اللغة كذا وقد أنشدت في ذلك وألاقيك قبيب ولي مارتي شيخو على صيغة مجهول في ذلك أركاس ومعلك وينين تيسا أياك شعر كان بلقيت ريو ها من علمني حرفا واحدا يعني غرب عبدي دي هل كان يعني مبالغة رأيه يرخى في فيان فديها مركة جملة لو رأيك الوجود اليوم من علمني حرفا واحدا أنا عبد المنظر هاي علمني حرفا واحدا حرفا مركة وجود دي مركة ولاده يعني قفكي أرضونك قفكي لها إن شاء هدوك دمع باع وإبنية وإن شاء هدو روانا قفك حرف أقفك أضون له إن شاء باع العبد ومن العبد ما يعرف ومن العبد الآن إحسن صح ما هصيع أضون وشي اكتسوا معها وصحوي أنا عبد من علمني بحرف المكتب إن شاء باع الذي باع هو العبد وقد ادعى على أنه عبد فهو الذي باع صح ما مركب المهم وصحوي أساسا يكتبها لكن واسكو ماشي وده كذي قاعد أسنك بالجيم وين كلا ليه حنيا نعم إن شاء باع ما وصل لهم بيلي إن شاء باع عن زما وإن شاء اعتقني ناموس لهن وإن شاء استرقني ناموس لهن صح ما مر طيب وصحوي يعني المهم إن شاء باع العبد وهو ادعى على أنه عبد هو قاعد ضرني ما دي وشكت أصلا هو شكت طيب حسنا بارك الله فيك قال وحوري شعر كان بان رأيت ريي قال رأيت أحق الحق حق المعلمي وأوجبه حفظا على كل مسلمي رأيت رؤيا ما حكرينا رؤيا العلمية رأيت وحن أجادي ما دام لا منفعل أي قادم يسون رأيت وحن أجادي أحق أو أن قرتي فهمي أحق الحق حق متك أو حقني ماذا بان إنه يه حق المعلمي معلمك حقيس تاسبا مارتي أيان أجادي وأوجبه كان أبو واجب سن إنه يه أيان أجادي حفظا حق إلى لنت حق معلم كان لا عليه على كل مسلم مسلم كستدشيس تاسبا مارت يصوب بحري وأوجبه ذو حق عطف إن حق الحق ذا سمارت رأيت أوجبه حفظا على كل مسلم مسلم كستنا مارت كان هو واجب سنة وياي إنه إلا إلى عليه مارت حق معلم يحرم ديس لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم لامت واللام الموطئة للقسم وضرب إجت هاي لقد حق واجبي أن يهدى إلا هدية ألف درهم أنت ونائف فاعلك نائف فاعلك يهدى داس وألف درهم تاس ضمبوية أن يهدى إلا هدية إليه معلمك كرامة ما موصد أهان كرامة وحوية وتميز من جانب الكرامة من جهة الكرامة لتعليم حرف واحد هل حرف وكلي أبريتان كي دراد له هدية ألف درهم كن درهم له هدية أيوم ما قرانا يسحق إليها والقاصر كحوة هاي لقد حق أن يهدى ألف درهم إليه كرامة لتعليم حرف واحد به تظهر وأسرك سواها مركا حق وحولية إن له هدية
ألف درهم كل درهم بحوجة وحفر بضم إن له هذه إيه إليه معلمك كرامة من جهة الكرامة ما موسن يقيمين يعني حقيت لتعليم حرف واحد أنا أعرفه برادرادته فما بالك إذا علم أكثر من ذلك تو كبر أنت أصبر هذا ما ننسى صح ملك روح ليه هاي أريد أسوي عنك حرمديس مركز مؤلفك علينا إياه وحساس لولي فإن من علمك حرف حرف قفك كبري ومما تحتاج إليه واحد أبها أنت في الدين الدين تريحي أبها أنت فهو أبوك في الدين وأبها حق دينت مرقع ويا أبو يعني أبو الطين وأبو الدين باجري لها أبا حق مارت أنه لماذا تطوضع إيا أبا حق دينت مرقع هو أبوة الدين ويا أو الرضاعة الأدبية بسير هذين كما قاعد عمرك قاركود وأنا حقوق أبو النمضة حوين ولا فهم يقف في دينته فيها النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم هي مارتي لا قرنا يوم مارتي حق احترامك أو هاي عم بمارت قفك مركا فهو أبوك في الدين بويس وأبها وحق دينت مركا احترامك أب لها أيو لي معنى ذويا حق احترامك أبو لي وكان وحوها أستاذنا الشيخ الإمام وحوها أستاذ كنجا أستاذ كسيفوي بابوكوت المامي أستاذكم مع شيخ ودي شيخ بوكوت المامي شيخ الإمام إمام كأها سديد الدين لقب كيس الأورانجيري شيرازي مقال لي هذا كي مقال شيرازي وأنت يا رب قلت الله شيرازي أيام مقلبه لي هاي شيخ خاص ويقول أرنية قال ما شايخنا علم ماذا ندو وحي رادين من أراد أن يكون ابنه عالما قف كدونا يئنن كيس إنه عالم نغضه وإلمه سؤال توصان فينبغي وححبون أن يراعي إنه أولاليه الغرباء ذاتك مارتي وذاتك أن دقنينه سعطلة وغريبك ومن الفقهاء فقه هذا حقه وذا حالك أهدين ذاتك غرباء الغرباء من الفقهاء وغرباء فقه هذا حقه وذاك أهدين ويكرمهم أو كرامي ويعظمهم أو ويني ويعطيهم شيئا وحوصيه فإن لم يكن ابنه عالما إنك ستوصى عالم نغن يكون حافده أم حفيده إنكيس أيوح نغن يا عالما هذا القرآن فإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما حفيد كيس عالم نغن وأم السلام عن ما قرأنا إيسا غالبا أسكاها أسكاها ما قرأنا إيسا لكن مثلا حتى الله يذكر يدليل كذا نعم ادي وهي ماما ضدك انبا قفكي احترامه او ضدك الهاليه او مقرنسا وحان كفسر كرينا من نفس عن مسلم كربه نفس الله عنه كربا من كرب الدنيا والاخره قفك احسان كسمي الهي سبحانه وتعالى سونا ونقبس لا شك في ذلك من هذا الجانب لكن عالم نقدر نسعان نقن الهي وتعالى سبحانه وتعالى ان وحليه ومن توقير المعلم معلم كوينينتي سوحا كمده الله يمشي امامه هرتيس انه صصعن أياك مذا ما قرنسا ولا يجلس مكانه بوسكيسا أو صكفريسا ولا يبتدئ الكلام هلكا أو صنب الله بأن عنده أكتيس إلا بإذنه فسعي سميا يعني سلام سلام احترامك كهلا يا هذين نرانو معلمك وحبر إياه وآبه هذين نرانو وبلابا يا آبه أخلاق الأول رغم هاي أو كلنا وشيقه سيما البخاري أدب البفرد رواية صحيحة وسوري يا شيخ ناصر قيبت صحيحة وكدري أبو هريرة يا وحو أركي لبن نواص على مركز وحو كويري ما هذا منك وكوري نكان كراس على محو كويري مركز هو أبي وأبيه بكوري أبو هريرة وحو كويري لا تسميه باسمي ولا تمشي أمامه ولا تجلس مكانه ثلاثة كويري مقرانة يسا وحو كويري مارتي هدو أبها يهي مجلس هو يرمبر ومجرد كأ هرتي سنة صعنة ماشي سنة كفر يسمى بكوري لو قيد من هذا سنة وكل ما دام أب وكذا جماعة مركا سيدي بقوة أدابتي عبد الله أقول رقم لها أو كلا بقاس بكوري ومن توقير المعلم الله يمشي أمامه إمام نووي وحو تعليجي الكاركة مركا وفي رواية سوكحي أو يرمارتي طالب كأيو مقرن شيخ سنة صعنة وكلاور إمام نووي وحو أتكار سوكحي مركا ومن توقير المعلم الله يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدي على الكلام
هذا كان وصل بالله عنده وقت سلا بيدنا ونوفي صحمه يعني. ولا يكثر الكلام عنده هذا الكون وصل بعدين عنده وقت يسه إلا بإذنه فسعي سمو يعني. رجع قارو شيخ ابن باز اللفر يسنجر وحي إيشيك يعني إنه عندناكم أن يركر يعني أوقف وحكا شيئا مجلس كيس مكال فريش يعني هدي دعوان ننكي وحكا شيئا كان يتحول لأسد رجع ما قراني سمكال القف ما مجلس ومجلس علمي وهاي مجلس ما قراني علمي لكن قفكم أن يركر يعني طلابتك ماذا إنه وطعني قصة ما يو أنتوا لفظي في شيخ قف قف بكم قرنس يا أما الله قال مسألة حنت مقرنس مجالس علمي قدر خارج التصوير هذا الله بلابة يا حني هذا الك هذا الك بلابة سووا حالة ما أبدا صورة قال معهم مركع وعليا هذا الله ذا فائدة لهين إيوه مجالس العلمي قصيدة بقى إن لقى إلها ليه ويا لأن مجالس وحويا خير يلا أبو ترى قوي ولا يكثر عنده إلا الكلام إلا بإذن ولا يسأله شيئا وحنا إنه سوي دين ويا وأن لا يسأله شيئا عند ملالته مركو دالية هذا معلن كسب أساس حرمديس مركو دالية هاي هذا ما قرنا إنسان مسألة شيء أنا لويدين وأسكب مسألة واضحة ويراعي وأن يراعي وينو إلى عليا الوقت المناسب وقت جا كوهبون وينو إلى عليا يعني وقت جي الدرس جا يا وقت جي ما قرنا إنسان قيلوا شرا يا وقت جي كذا وشة وينو إلى عليا وينو سوه تشوما مع وقتك الصبح وينو ما أرت وقت جي إلى عليا ولا يدق ولا يدق الباب الباب كان كو قراعي ماي بل يصبر حتى يخرج وصبر يا لو صبح عبد الله بن عباس روايه صحيحه انه جماعه النووي يو مقرن عبد البر يسوكي حيا عبد الله بن عباس صاصا سميجري انتو تقو الباب ككبار الصحابه سيعنجر وكانت تصف علي الريح بولي ما طب يلاه سو دحجر انا بور له ماشان سيعنجر وقت قيلود مركي صبحان ان با سو جري كبار الصحابه بكاس ودي راي ما حنا او كعي وي سبحان او سو غرا وي سبقرنسا اذافته كهيبي سنه مارت ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون بلاهر فبلو سو بحي ورنيا حوي اخلاق حماده كمت قتي قار كود ممكن كذا انه يرا يقف قتيس طيب حتى يخرج فالحاصل هذا الكهدي اللي سوجيو غنانتك هذا وحو يها هذا سوجيو انه يطلب رضاه معلم كيسة يا شيخ كيسة قال أنشيس ودون وطلب يا مارت ومهمة دواساس وياه ويجتنب سخطه عرضي سنة وكفه قانيا يوحي عرضي سنة كريا ويمتثل أمره أمر كيسة يقاضنيا في غير معصية الله إلهي عاسدي سوحان آهين ولا طاعة لمخلوق مخلوق لا أضيعي مجرته في معصية الخالق إلهي معصية هو أضيعي ولو كان شيخا ولو كان معلما ولو كان من كان ولو كان أبا وأما وحويا قاعدة وين أصلا شيء قاسي وأمر إلهي أيضا شرع على خلاف سنين أي ما قرأنا سأمرك إلهي خلاف سنين لكن أمرك إلهي سبحانه وتقلاف كيس إلا جيّر الروح ترامي ما أي شرط ما بركة مثلا قاعدة قاسي إنما الطاعة في المعروف سنة بيقول عليه الصلاة والسلام الدعيتانك وناك بلا سؤال دعاء أو لسوك على المستا مثلا سمك خلاصة القول ومدى سوي هذا الآن أنا شيء إنه حاصل كيد وحويا بيؤينك وكل دوينهن ظروف وكل دوينهن تدك وكل دوينهن لكن وحوي خلاصة القول كوحوي هاي وان وحي مارت معلنك وحبرا يوحي كعريسين وكفو قادو وحي رالقرين وكود دالو وصنا كواد ديعين وح معصية وصنا مارت كواد ديعين لماذا خلاصة القول بساس وير ومن توقيره وحاكم إذا معلمك وينين تيسي يا شيخ قفك من توقيره توقير أولاده عروب تيسين وينيه إيا ومن يتعلق بها أصدق عدي كحرا إنه مارت احترامه سمعنا حدا هنك تعيش أي جيسنا ولا تعلى ذا هذا سمعها ومعناه وحوي قفك تعيش هاي وحي لحري لنا وأمرت ما تعيش لا شك في ذلك وكان وحوى أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين وصاحب الهداية وأنصام مرنية يحكي وحو شيء جي قصة نور يبو لي وكشيكي حديث بدون قرآن شعر وحوي هاي حديث معها ذاك وحوش شر بدن يعني وحويان نك الدين تيس بابئية الدنيا يوقف كله لكن حديث معه كتاب كي قال موسم قرنين ما يلاك صح حديث معه وحكمة لي هذا ما طيب وحو شيخ برهان الدين صاحب الهداية يحكي وحو الشيخي
أن واحدا مت ومن كبار أئمة بخارى قال بخارى إمام ياشو دواوين كم مدع هاي إمام دواوين كان يجلس وحوها إمام كاس يجلس مدفر يستمع مجلس الدرس درس الجوليس يعني ما الدرس أخنا يحرتي سو الدرس وقليه وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا درس أنت الوتر مرك قرب كعي يسون قرن أنت كعه وسألوه عن وي ويدين محلك عيسى رسول قريسا يقول وحورنا إن ابن أستاذي شيخي ويلكيس يلعب مع صبيان عرب ولا عياريا في السكة وضده يقول عياريا ويأتي أحيانا إلى المسجد مرك قرب المساجد وكسر دوانيا فإذا رأيته أقوم له مرك أركان سوتاجا يبر تعظيما لأستاذي أستاذ كي بنيتي تدرادي أيام قرن عيسى كم سلام سلام مارتي وكبت بدنه مارتي المير صبيانه سك عياريا مارتي ضدك قارك ونويلي هنا إلى مارتي مع الأستاذ كود احترام يكون حال الإرادان نوع عسكر قال وكنت على شين دونا طبعا وهجن دوننا لكن لما يرضى عياريا درس لغتها قاه حويا ليس فيها أي فائدة كبيرة كما شرط هذا موضوع عام قرن عيسى طيب هدي أو تعالى هذا معلم كل فتى جيساس وكان لقصة مايو وحين غنسة مثلا حوائي غنسة يا شهوة النفس غنسة الميثان لقوا احترام أصدق الله سو تاجو أصدق مقرنسة نوع عصو كله ومثلا نبغو شيابي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار نبغو عليه الصلاة والسلام يا طالبك أنا سوي حيل لقهر واحترام بعلق هلا يا لكنه تعالى هذا قفك معلم كاه أما مارتي معهم مثلا وكله حتى رجع وناكسناي حرتوا ده هذا بيوصل شو أنا عبي كذي مثل قربت أيقوا ما قرنا دين تان بحناي يوم قرنا سا إلا درتيسا إن المارت وحجاران كبقي نورناي والقاضي الإمام فخر الدين الأرسباندي القاضي أو إمام كاه يو فخر الدين الأرسباندي الأورانجيري كان وحوها أرسباندي رئيس الأئمة بمرو مقال هذا مروان اللي يراده إمام ياشا مدحوذوها نعربوها وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام مسؤول كمسلمين تأمرك هاتشوغا ماشا سلطان كتشوغانا أبو احترامي كرا كان يحترمه غاية الاحترام شيخ هو احترام كرا وكان يقول وحو رجري وأرسباندي إنما وجدت في هذا المنصب إلا احترامه وحاكيني بحرمة الأستاذ أستاذ كي كان احترامي كرا يعني وحنكو قال احترام إلا احترام كان يقول إنما وجدت عن هلا في هذا المنصب منصب قلت هذا منصب الاحترام منصب حرمة احترامك بحرمة الأستاذ فإني أنا كنت وحنا هي أخدم أستاذي أستاذ كي كان أخدم ينشر القاضي على الإمامة أبا يزيد الدبوسية اللي رأى وحوى إمام حنفية واللي رأى رجل وهرئي ومارت مسألة الخلافك أما كتب الخلافك اللي فبوها مع علم خلافك ده جيب وهرئي أفر بغل إيو صدنك أيوب انتي وعن ويان أبا يزيد الدبوسي أيان أخذ ماين جرا وروا كنت أخدمه وأنا أديك جرا وأطبخ طعام وراجل كان أكلين جرا وأكل منه ولا أكل منه وحنا كم عونا جرا مكان كرنا يو عن تنا كعونا ماهن والشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني شيخ مات وكان وحوها شيخ الإمام شيخ إمام كالأجل وين شمس الأئمة الحلواني حلواني لأنه كان يبيع الحلوى حلواني ساس الوبي حلو قد جرا مركا إنه وقفكوا حرفة يا شيخ وتصنع سا حتى أي ماذا ما حرفة بالعين مذ وحوي أن وحنا سواء مخنا صفار مذ ما أرتبرك يا مقرنا إنسان حاسة كذا كنا وحوي أن وحلوان حلوين كوب قدي شري حلو يبي شري هذا حلوان لو بيع رجع قرب حلوان اللي راكب بضم معها حلوان أو مصر حلوان مقالة مصر إيه مقالة إيران معه وحوي أن حلوان ويان حلواني ببيع الحلوى يعانكوا أها حلوة وقدي شري وانا نوع ما عندهم طمرين ليا قد كان خرج وحكسوا بحي من بخارى بخارى يكيمت وسكن في بعض القرى وحوي وحود وحود جاي سكن وود جاي في بعض القرى قالوا تروين كميت كميت أياما معلمه بخارى أصل كيس من بخارى يكيمت مرك بخارى قبحي تروه بخارى أيود مارت الدجاي أياما معلمه بحادثة سبب يعني وعرن كتمت حادثة على دراديت بحادثة حادثة درادة وقع له وصول عدد وقد زاره تلاميذه أردد سنة ويصوب بغدان غير الشيخ الإمام القاضي أبو بكر أزرن رجي أو أزرن جي بك الله قرر يا أبو شيخ الإمام القاضي أبو بكر
أصل كوحو أهاي زرن جري إيش زرن جري أقول لها أنا و و و و وكسر زنيا راع كلاو ضم بيسا زرن جري ساس ضم دقي سحدة ساسوي الزرن جري وأنا من نسوى مقال اللون سبي مركز شيخ أنت لقى ريبو أنت كلا صوب غدين أستاذ مركز نك لقى ريبو فقال له حين لقيه مركز لقى الموع كويري لماذا لم تزورني وأنا يوم حي صوب غويس قال وحر كنت مشغولا بخدمة الوالدة خويا مش خدمة إذا كنت مشغول صناع والدة إذا يبها أياكم مشغول صناع قال وحر ترزق بالعمر أما ترزق العمرة عمري بالو أرزاق دون عمره كل دران دون خدمة خويا ولا ترزق برونق الدرس أما رونق الدرس يا دليل أصل وحي ترزق العمرة عند القرآن تنصده والنصب سنتهاي وحلونا نصب بالنزع الخافت بالعمر بيت ترزق بالعمر عمري بالو أرزاق يا ولا ترزق رونق الدرس درس قروح دي سلو أرزاق ما درس في عن نين درس مقران سأقول إذا مصنعنا يحري يلندون من قرن سيد بقوري لكن حوايا عمرك هاي ده وادي تقول ده رايد دونا وكان كذلك ساسة دع أيوة نقطة سو أشياء فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته في القرى ما قاله ما بدقينه ما أنت بضم بحدقة تولين بدقناي تولين تولين حرم لها سيدهم بكحون نقطة من سكان القرى أيوة نقطة كان يسكن في أكثر أوقاته في القرى ولم ينتظم له الدرس درس نمارة سوق ما هجاجين درس أتح ما سوق هجاجين مو صندين مركب مثلا قف علم غيبك وقان كرايا مالها ما قرر نيسا بنا حبونا لفتي قيدو انو مارتي شيخة واحتر بينا ياهي نيسو بوقن واي واكو انكاريا وكاباريا سلا حبونا حقيقة ممكن ايلا ونوع من القلوبة نيكا نهو يسبو ما قرر نيسا وكو مشكو صناعة ضاعت مارتي مهمسا مركب مثلا سوا مثلا ما قرر نيسا مبالغات حكايوي مبالغات ليس نصا ولا دليل معها لاعتماد كريو وحيون أوجدتي إذا مهمة نتهاي احترام كمارت علم ذو إن لا احترامه إنه رقفه كفه هذا مارتي مبالغات كاسكولات بوفي عنده بعرف من تأذى منه أستاذه شيخ يسقفه مارتي أو لبصده يحرم ببركة العلم علم ببركة سايا لجهوتية ولا ينتفع به علم ينكما انتفاع إلا قلنا وحي رميان شعر كان بوك لأنك شاعر كهؤتي ريب ليه إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما إن المعلم معلم كأي والطبيب أختركوا بكلاهما لبوذو لا ينصحان إذا عدم النقضان إذا هما لم يكرما هذا الكرامين اختار أي معلم با يعني وحويا ضاعت يوم مقرنسة كابر بحلة قمحله حتى لما موسين مقرنسة وأو هذو صفر أيضا سفر المعنى ذو يعني إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك عذر كاغ كطل قاضو إن شفوت طبيبها طبيبه لك الدانوين لا هدد قويدو حمايدي هذونا عذر ما أرتي سكت القاضو واقنع بالجهل كجهل لماذا هذا كو قنع إن شفوت معلمة لك بحكو بار الله جهل كاقاد لها هدد حمايسي ما أرتي بقوة قرانسة لك اختارك حمايانا عذر كاغ كطل قاضو إنك معلمك حماينا جهله وذل قاتم قرن وحبر الله يبوك ليه وحكي وحال قش وحال شيئين لوريي أن الخليفة هارون الرشيد خليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي شيخ المقوقع أصمعي أي أدري مارتا إن كيسة محب أدري ليعلمه العلم علم جئنه بروح يو الأدب مؤدبوها أصمعي ذكر برج المارتي أدابته يا أخلاق ضبره يا علمي فرآه يوما هارون الرشيد وحو أركي إنك وفوحو أركي مارتي أسمعي ويتوضأ ويسق قاضنية ويغسل رجل ركتي سميرية والحال ابن الخليفة خليفة إنك سنة يصب الماء على رجلي على رجل أسمعي أسمعي مارتي ركتي سبيه وشبية فدول تاقيني هاي مركاسه ويركي بمارتي بيها كجرين أي وشبية أسمعين ووسق هذا الوقت سوميرية فعاتب الخليفة الأسمعية في ذلك خليفة وعن أنت إمام الأسمعي أركز وعن عاتب الخليفة الأسمعية في ذلك أركز وسمعي
فقال وحوري إنما بعثت إليك لتعلمه وحكوا بصدر إن كيجا إن ضحبرتيد أو وتؤدبه أدئد بثيد فلماذا لم تأمره هذا فرويسي بأن يصب الماء بإحدى يديه بيهن الله بدل سجع مود متك مذا كوقت ويرك وكوشبه أو يغسل بالأخرى رجلك مذا كان الوقت هذا كم يوم هذا أمر ويسي بقرن أساسه أذابته أو ما أرتي أذبرتيد لكن حالنا هاي وهو جيدا ان ما تا ويل كانو دولكا ديغو تابارو مودونيا تكبر كايو اسلا وينيغا ما تا ان خليفات مكو يو قال حاوي و خوبان الا لايديو التواضع لو تربيه لكن ان مسلده بي لوقت قفق لو مايرو اسغو ميران كرا علماء و يران وا كراهيه لا ما تا و يران بيها لا سوق شبه و نبي اصحابو او شبهن عليه الصلاه و لو شبهي لكن قفق لوقتي سو ميران كرا ما حبنتي كو يس قادناي ان لو مايراه صح ما ماشي عوجا من باب كسر هذا الولد قفكنا إن الرجل لا يتكبر يعني أن يتواضع لأميره أو شيخه أو والده بعد إذا مات قفكوا اسكلموا بين هذا ومارتوا تواضعه شيخه أمير كيس والد كيس ومن تعظيم العلم علم قوينين تسوحا كمدا مثلا ما كان ماشي نقول بحا مهمة هل ليرا شيخ الله احترامه احترام هو شيء ما صار على قصو أرورتي مسلم كسر حرمة بولي الاحترام عدة وحكم برتانك ما سيجرت احترام بين بولي لكن احترام كاسو إنه صن ضافين حدود الشرعية سيدا أي سمايان قلات قاركود مارتا أرداد قاركود إيو وحيلا قاركود رعايني صدعين ما ألف كن أبوت الماما ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مارتا قاركود قاعدة وحويا أرداد إن شخصية دوائيا أما أي مارت تقليديان شيخ وضبق بغائي النقلان أما قرانسا ضد عن استقلالية اللي هنوف وحباء أنت بركيني كالي النقلان فمسال خطر أويه كن أمام الشيخك كالميتي أمام مغسله اللي إرادو كالي شيخك هرتي سوى عن نقطة سين دي توقع كالي سين دي تمارت نكو سروق قد قدنا مسال صحما وينو شخصية اللي هي اعترام قضية الاحترام والنوع وفق شخصية اللي الدلومة في كل كلام استقلالية لي إنه ومنه ما أتمل مه معها قفكم مقرن إنسان وحي قاعدة لقنا من اعترض على شيخه ضريض من رحمة الله مثلا قاعدة اسمه مقرن بكم ساحة كده الأيام شيخه زمان كي كهوري ما ذا اعتراضه ضرب من وإذا كان اعتراض كده حق يعني وبنانته مقرن إنسان واعتراضه وي مثلا سان وسان مقرن إنسان وحي رادن أو كلا إذا من قال لمن لا يفلح لمن كده ما بلي بأنا حي ساس مثلا كم taas oo kala maxay inuu noqdo ardaygu ma artay nuska oo sheekhiisa oo magaranaysa soo doono ka yeelo ma inuu qofku istiqlaaliye leeyahay fahamkiisa leeyahay waxa uu ku soo korreeyaa noo asana haka faa'iido cilmiga ihtiraamo ihtiraam ka noqdo laakiin waa inaan ma artay aysan dalalin walidalka taqliidad ka kala martay ragga qurraad oo kala waxa hadaysa nin qaar oo hoola cudsiye hadba ilaah ku siiyay inuu doono noqdo ama uu suudaysi iska dhiga ama maxaysan oo jila ama garanaysa ما في عنا تغليد كنوع عاصف كلا علومتي التجويد كي يوم مقرنا إتقان كي قرآن كبر لكن أنا تشيت عد كلام مقرنا إذا ووح وح وح في عنا ويان وهلو ما جرى حرتو دينك شيء أو آخرية عد كي سينا تلان حركات كي سجلان مركا قاركود مسائش اللغة وكوها اللغة وصل حتى فهمي سيس وسو نقلنا يا ومثلا مارت أنا صحيح مثلا صح يعني ويا ولا ما أرتى عذر كذا لما أرتى وأنا وقفكو ليه شخص يدي سمعيا كأوليا بقى مثلا سو مثلا أبا هن برا روتين ما قرنا إسا مرة قاركوا أرضا دولين تي سو ما قرنا سو قلنا كشدة إيو للي في تانك إيو لو كان الحسن البصري فينا لما سحنا نعاله بلحانا وكرر خير هذا وحول هذا الكاسو كذا صح ما صح ما لو كان الحسن البصري فينا لما سحنا نعاله بلحانا يعني حسب بس بدون لو تشوق لها قرر كان نجا ما ارتك كبيس وكترتر لها بس لا صح ما تربيت النبي ما عليه الصلاة والسلام بل نبي ودي دراي صحابة ما ارتا إنه وكعان مقرر نسي ودي دي جان عليه الصلاة والسلام يشوفها وهم كم سلاس نقاط ونقاط مهمة جدا ويان والأي صورة قلتها إنه عيادة تربية قاركوت سي قرر أنا حد جد بيا ذي عكلا أنا كسم عيان قفك ارتجع وحبرنا إياه وين شخصيتي تلا إلى ليه استغلالات كيسة مقرر نسي تفهمي
iyo ma garanayso wax laga doonayo waa saas weyn umar mujtahid noqdo ma garanayso la kale noqdo ma garanayso fahamkiisa ilaah uu siiyay subhanahu wa ta'ala uu siiyay ومن تعظيم أبو عبد الله دخل أذن إذا دخل من تعظيم العلم تعظيم الكتاب